السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ياسمين من قناة تاروت ياسمين أو مسك للروحانيات ولقراءة التارو. هلا ومسهلا بالجميع، الله يسعدكم وين ما تكونون. طبعا اليوم هذا الفيديو بعنوان ما القادم لك شهر ديسمبر. رح نعرف إيش الطاقة، والطاقة هذه لمدة شهر. كل ما عليك فقط إنك تختار بحسب الحرف الأول من اسمك أو بحسب لون الحجر. اللون الأول أو المجموعة الأولى هي الحجر البني، والقراءة الثانية هي الحجر الأبيض. أوكي، رح نعرف إيش ممكن إنه يحصل معاك، يعني إيش ممكن يحصل معاك 1 ديسمبر، يعني من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر، هذه الفترة. كل ما عليك لا تنسى أنك تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. للناس اللي دخلت أول مرة تشاهد هذا الفيديو، شكرا لكم. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالقراءة. رقم 1، الحجر البني. شوف القادم في طريقك على الصعيد. أول شيء العام، الصعيد العام. شوف، لم تكن سنة طيبة عليك يا مجموعة أولى، كان فيها الكثير من السعي. بصفة عامة أنا أتكلم الآن، بصفة عامة كانت سنة صعبة شوية عليك يا مجموعة رقم 1، فيها الكثير من التحديات، فيها الكثير من الصعوبات، يعني توصل لهدفك بصعوبة كبيرة جدا. ورغم ذلك صاحب المجموعة الأولى يحارب ويسعى وما يقول أنا تعبت. يعني دايما ما أحس أنه إنسان عنده الرغبة أنه يقاوم، وهذا شيء عجبني فيك يا صاحب المجموعة الأولى. أوكي، في عندك تعب، في عندك رغبة بوصول لهدف معين، ما أدري وش هو هدفك. أنا أتكلم عن الصعيد العام، يعني يمكن هدفك زواج، يمكن هدفك فتح مشروع، يمكن هدفك استقرار، يمكن هدفك عفوا استشفاء، حاجة زي كذا، ماني عارفة. تسافر، تحلم، تسعى، إن شاء الله توصل، إن شاء الله توصل. يعني سنة 2022 كانت صعبة عليك، لكن يا رب يا رب تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب إن شاء الله. ابداها بهالشهر، شهر القرارات، وإن شاء الله تفرج عليك إلين السنوات الجاية اللي جايتك إن شاء الله. طيب خلينا نأخذ على الصعيد الصحي صاحب المجموعة الأولى، على الصعيد الصحي. أنا عارف أنكم متحمسين للأمور العاطفية والمالية، لكن خلينا ناخذ بشويش الصعيد الصحي يا صاحب المجموعة الثانية الأولى. شوف، حاول أنك تبتعد عن كل شيء يضايقك. التوتر، الكلام اللي أنت قاعد تسمعه على نفسك، أو الكلام اللي أنت تسمعه على الناس تتكلم عليك فيه، أو أشياء انقالت عليك وأنت مالك دخل فيها، وترتك. وللبعض منكم يمكن أنكم متعانون من القولون العصبي، للبعض منكم أنكم متعانون من أشياء تخص التوتر، أشياء في الجهاز الهضمي، أو أشياء في كل ما هو يخلف صداع، توتر، الرغبة في الانطوائية، كل ما هي تخص الأمور النفسية. أصحاب المجموعة الأولى عندكم مشكلة فيما يخص كل الأمور النفسية. أوكي، احتمالية أنه عندكم قولون عصبي أو قولون بصفة عامة، بس خليني أنظف لكم طاقة من خلال، لحظة بس شوي. حس طاقتكم يبغى لها تنظيف. طيب افتح لكم هذا مسك ترى، اوكي، مو حق شمع. طيب اسمعوني، طاقتكم يبغى لها تنظيف، يبغى لكم انكم تبتعدون عن كل توتر، اي شيء يضايقكم، اي شيء يكدر خاطركم، أي ناس تشوفونها ناس تحط العصا في العجلة وتريدكم إنكم ما تنجحون
وتسمعون كلامي يوتر أعصابكم، ابتعدوا بقدر الإمكان وبقدر المستطاع عن هذول الناس اللي تحاول إنها تتكلم عليكم. خلوا شهر ديسمبر شهر أخذ القرار ووضع حدود لهذول الناس، اللي بيتكلم خليه يتكلم، ترى ما نسلم من كلام الناس، أوكي؟ أبغاكم تكونوا شهر ديسمبر يكون شهر القرار، إنك خلاص ما عاد يهمك أحد، ما يهمك غير نفسك، ما يهمك غير حياتك، ما يهمك إلا أنت، ما عاد يهمك في أحد. من كثر ما أنت يعني تلاحظ كلام الناس وقاعد مركز معاهم، أنت فقدت أعصابك، فقدت أعصابك وتعبت. لكن بقول لك شيء بإذن الله، لا تكدر خاطرك زي ما قلت لك، لأنه هذا بيعكس على أمورك الصحية. أمورك الصحية فيها تعب، فيها قلق، فيها قسوة، صاير عندك تتنرفز كثير، صاير على أعصابك، يعني ابتعد خشية من أنك تصاب بالقولون العصبي لا سمح الله. هذا بالنسبة للوضع الصحي. خلينا نشوف الوضع المادي الآن، وأخيرا الوضع الوضع العملي. وفرت فلوس شهر ديسمبر، إعلان عن مشروع بإذن الله، أو تخطيط لقرار مشروع. صاحب هذه القراءة بإذن الله أنت قاعد تخطط إنك تسعى تفتح مشروع إن شاء الله، بتتم دراسته في شهر ديسمبر، هذا يكون فيه عندك دراسة معمقة، أو أنت ربما بالعثرات اللي صارت معاك ومن كثر المشاكل صرت تفكر، للناس اللي متوظفة صارت تفكر إنها تستقل بنفسها وبروحها وتفتح مشروع من نفسها ومن حر مالها وتكون مديرة نفسها، أوكي؟ عندك فتح لمشروع، عندك إعلان عن فتح لمشروع، عندك توسيع الدائرة الاجتماعية اللي عندك، وعندك خلق روابط على الصعيد مش بس على الصعيد بلدك اللي انت فيه، يمكن انك بتفتح حاجة فيها فروع، او بتفتح حاجة فيها شهرة، او يتوسع رزقك في اكبر من الدائرة اللي انت تحلم فيها. اذا انت حلمت مثلا انه يتوسع رزقك بس في محافظتك او في مدينتك، انا بقول لك لا يا عمري، ترى رزقك بيتوسع حتى في العالم اجمع. ما أعرف، يمكن أنك تشتغل عن طريق السوشيال ميديا، يمكن أنك توسع رزقك بالسوشيال ميديا، المهم أنه في حاجة بإذن الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شايف عندك خير ووفرة رزق. وبداية من ديسمبر أقول لك تخطيط لمشروع قوي جدا، الله يبارك لك فيه ويرزقك من واسع فضله، الله يسهل أمورك وين ما أنت تحب، وإن شاء الله يا رب يكون طريقك ميسر مسهل زي ما أنت تحب. انت شخص طيب، صاحب هذه القراءة عجبتني فيك قوتك وروح شخصيتك واسلوبك، ويا رب يتمم امورك على كل خير وصحة وعافية وبركة. للناس اللي قاعدة تخطط في سفر، عندك سفر بإذن الله، وعندك هجرة، عندك تأسيس لعائلة او تأسيس يعني استوطان، يعني انت بتستوطن في مكان ثاني غير بلدك، تمام؟ هذول الناس اللي تريد تسافر، عندك هجرة وعندك سفر، الله يكتب لك الخير إن شاء الله، ويجعل في طريقك أولاد الحلال وبنات الحلال إن شاء الله. خلينا الآن نتكلم عن الصعيد العاطفي، لكل الناس تريد الصعيد العاطفي، خلينا نشوف إيش طالع عندكم. الصعيد العاطفي لأصحاب المجموعة الثانية. ما شاء الله عندك تتويج لزواج أو بدخول للناس اللي يشوفوا، هي مقلوبة شوي صراحة، في عندكم بعض العكوسات على الصعيد العاطفي، يمكن إنه حياتكم ميسورة أصحاب هذه القراءة في أمور العملية أكثر منها أمور عاطفية. عندك شخص يمكن إنه راح يرجع يطلب منك الاعتذار، أو عندك شخص معجب سري لابس ماسك ولكن جايك ما راح يهرب، إذا هو الآن ما يبغى يتكلم رح يعترف لك بإذن الله، أوكي؟ طيب عندك ارتباط، ما بقول لك شهر هذا شهر الأفراح والمسرات، شهر القرارات وأخذ الأشياء الكويسة. أصحاب هذه القراءة شهر ديسمبر شهر الفرحة عليك، الصعيد المالي والصعيد العاطفي مرتبطان ببعض. الشخص هذا راجع لك إذا هو شخص من الماضي، إذا هو معجبك سري أو رح يعلن عن الموضوع ويتكلم، إذا هو شخص جديد رح تلاقينا صدفة. عندك المهم الدخول في علاقة حب بإذن الله هالسنة، الله يكتب لك الخير إن شاء الله.
الصعيد العاطفي، في شخص لابس ماسك، في شخص يحاول انه يوهمك انه لا انا ما عندي مشاعر تجاهك، انا ما احبك، او اي في شيء كذا. يعني اذا في عندك زميل في العمل اقول لك تراه يكذب، عنده مشاعر تجاهك. اذا عندك مثلا ماني عارفه انا مثلا يا عمري شخص انت حاطه عينك عليه بس هم هو قاعد يجاوب معاكي بيتكلم. اذا انت عندك ما عندك احد الان وما عندك معجب ولا شيء، في شخص تلاقينا عن طريق صدفه، صدفه تعارف، صدفه لقاء، صدفه سوشيال ميديا بتعرفك على هذا الشخص، وانا شايفه انه في مشروع ممتاز جدا، مشروع زواج. طبعا مشروع ممتاز هو مشروع الزواج، مشروع بصفه عامه يعني اذا بنتكلم. فعندكم مشروع زواج، يعني الشخص اللي راح تلاقينه في ديسمبر هو اللي بتكملين معه، سوى اكس، سوى شخص جديد، سوى معجب، مهما كان. اوكي، ترسيم لعلاقه وتتويج، المشاعر متبادله، راح تكونوا في توافق بينكم، راح تكونوا توام روح ان شاء الله. اوكي، عندك ترسيم. البعض منكم اللي يريد يسافر يمكن تلاقين هذا الشخص في سفره، ويمكن انك تحبينه وتلاقينه توأم روحك، وسبحان الله يحصل توافق. يمكن ربي يجبر خاطرك ويعوضك لانه عندك جبر خاطر وعوض ديسمبر. كارت التاور اي انه باذن الله بتبنين حاجه كويسه، وكارت الشمس كارت القوه، وكارت القوه وكارت التاور وكارت السولي كارت الشمس. عندك شيء، عندك استقرار، وعندك تاسيس بيت ان شاء الله. ابتعد، عندك حساد وعندك ناس ما بتخاف الله، لكن ما علينا منهم. زي ما قلت لك اول مره، حتى لو مختفي هالفتره يا صاحب هذه القراءه، لكنك رح ترجع ماسك سهمك. حتى لو انت قاعد مختفي هالفتره، في كارد مون، كارد انك انت انسان انطويت واختفيت وانعزلت. يعني اذا انت عانيت الوحده وعدم حسيتي الناس غير صادقه معك، وبعت وسبت وخلاص حسيت نفسك انك تخنت وكذبوا عليك، لا، انت ترجع اقوى وتمسك سهمك وتقول انا موجود، انا ما بعت، انا ما انا ما انا ما اختفيت، انا بس قاعد الملم قوتي واسترجعها عشان ابان لكم باحسن وابا حله. اوكي، طيب كارت القوة وكارت القوة وكارت القوة. صاحب هذه القراءة، شهر ديسمبر هو كارت تغيير كلي لحياتك، بدأ قرارات مهمة، مشروع وسعادة وارتباط رسمي، بداية تعارف في شهر ديسمبر مع شخص جديد أو شخص قديم مهما كان. أنا بس أأكد لك أنك بتدخل في علاقة جادة وتتوج 2023 بالزواج إن شاء الله، تتزوج في القريب العاجل وبتستقر، ويا رب يكتب لك كل الخير إن شاء الله يا مجموعة رقم واحد. فقط نظف طاقتك من العين ومن الحسد، والله يسهل أمورك إن شاء الله. شكرا لكم، كانت هذه القراءة. للناس الجدد لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم، ويلا ننتقل للقراءة رقم 2. أهلا وسهلا بأصحاب المجموعة رقم 2، المجموعة الحجر الأبيض. طبعا الحروف تجدها في صندوق الوصف أو في أول التعليق حبايب القلب. خلينا نشوف وضع العام للمجموعة رقم 2، إيش وضعكم العام، إيش ظروفكم، إيش أحوالكم، إيش كل حاجة عنكم. وطبعا نبتدي بالأمور العامة. أوكي، أمور العامة للمجموعة رقم، إيش فيها كروتكم مقلوبة، أموركم العامة. تحس إنه شهر ديسمبر شهر الإقبال على الحياة، وتحس شهر ديسمبر هو شهر بداية النجاحات، وترى شهر ديسمبر أنه بداية انتهاء الخصومات. مدري كيف، بس أنا شايفة إنه تحس إنه تقول الحمد لله انتهى هذه السنة، انتهت الحمد لله إنها انتهت. هذه السنة كانت صعبة علي يا أم مسك، كان فيها تعب، كان فيها قلق، كان فيها انكسارات على جميع الأمور، عملي، شغلي، حياتي، عاطفتي، أموري، نفسيتي. أنا أحس أنه ديسمبر حتى من دون ما أقرأ قراءتك يا أم مسك، أنا حسيت أنه أصلا هذا الشهر هو شهر الاستشفاءات بجميع الأصعدة. أنا حاسة فيكي وحاسة أنك كنت مكسورة السنة هذه، السنة هذه ما كانت جيدة عليك نهائيا، كان فيها تعب
عاطفي، تعب نفسي، تعب وقف، رزق، وقف حال، تحس معطلة شوي أمورك. البعض منكم قاعد يفكر إنه يسوي استشفاءات روحانية، فأنا شايفة إنه تبون تستشفون، تبون حتى لو مو روحانية نفسية، تريد إنك تغير جو، تريد إنك تكسر الروتين اللي أنت فيه، تكسر حالة الحزن. كأنه صاحب هذه القراءة يبغى كذا، مدري، شوف زي الحية اللي تسلخ جلدها، أنت تبغي تسلخين السنة هذه سلخ، سنة كانت ما هي حلوة نهائيا. توقف حالكم، بس خلينا نشوف. هذه على الصعيد العام يبغالي أن ندققها، في أمور عاطفية ومادية وظروف اجتماعية وعائلية. البعض منكم عندكم ممكن أنه أشخاص توفوا لكم، أشخاص عانيتم انكسارات، في شخص توفى لك، في شخص عزيز على قلبك راح تركك، ممكن أنه مش بالضرورة يكون من العائلة، يمكن حتى شخص يعني تحبيه وتعزيه، يمكن أنه هذا الشخص قريب منك، أو يمكن أنه يكون حبيب. على العموم حسيتي بانكسار يا صاحب هذا القراءة، حسيت بانكسار، وحسيت أنه في شيء. للبعض منكم بقول لكم شيء، ترى اسمعوا الكلام، إذا في حالة انكم كنتم على ابواب زواج وما تم، لانه متسوي لكم طبخه، شوفوا كيف انتم هنا كنتم على ابواب زواج واستقرار، لكن تسوى لكم سحر تفريق، تمام؟ هذا واحد. البعض منكم اذا كانت عندكم رزق، في ناس قاعدين يكسرونك، او قاعدين يحطوا من قيمتك، او قاعدين يتكلمون عن رزقك، او قاعدين يحاربون عشان يسوون زيك. هذول الناس قللوا رزقك صراحة، يعني مجموعة رقم 2. اوكي، اذا انت هنا تعاني من خصومات عائلية، في عندك 2 اشخاص هم سبب البلا والخلا، هم سبب المشاكل والنكائد وال يعني وش بقول لك، وكل حاجة صراحة. في 2 أشخاص يعني سبب المشاكل العائلية، كثرة الكلام وكثرة الهبل وكثرة الخصامات وكلها وعلى ولا شيء. في ناس قاعدة تحاربك، قاعدة تتكلم عليك، إذا كنت على أبواب الزواج ما تم خيرة، ولا تدرين وين الخيرة من الله سبحانه وتعالى. ما علينا من هذا كله، ما أنا أشوف، وأنا أبغى أتف عليها الطاقة السلبية هذه، ما أبغى أشوفها. أنا صرت أتنرفز من ألاقي واحدة جايتني، أكيد هي جايتني لأنه عندها مشكلة، بس مشكلة على الأقل تأملي خير، إنه في القادم أحسن والقادم أجمل. يجوني كلهم منهارين وحزنانين وتعبانين ويتمنون الموت لنفسهم، على إيش؟ الدنيا ما تسوى شيء، على فلوس ربي يعوضك، على شخص اللي خلق غيره، على خصومات تنتهي الخصومات وترجعون إن شاء الله، على إيش تتخاصمون وتتهاوشون، كلها ابتلاءات من الله عشان يختبر صبرك. الله يكتب لكم الخير إن شاء الله. مجموعة رقم 2، خلينا نشوف الوضع الصحي لكم، خلينا ندقق أكثر ونشوف الوضع الصحي الآن. طيب شوفوا، عندكم أكثر حاجة الكوابيس، أنتم عندكم كوابيس وعندكم الطاقة السلبية مسيطرة عليكم، ما عندكم مشكلة صحية، ما عندكم مشكلة، أنتم مشكلتكم هوس وكوابيس ومخاوف، أنه بكرة مسيطرة عليكم طاقة سلبية، بحيث أنك تقول أنا خايف أنه بكرة ما يكون حلو، أنا خايف أنه يحصل لي مشاكل، أنا من كثر المشاكل اللي هدت حيلي 2022 أحس نفسي خلاص، يعني أنا يا أميسك تعبت، صرت أسبق الشر على الخير. وش ذا؟ وش الأسلوب هذا؟ وش الطريقة اللي أنت قاعد تعيش فيها؟ أنت تتنفس متأكد؟ أنت عايش على الحياة إذا أنت بتتكلم بهذا الأسلوب وتخاف من بكرة؟ صاير تحلم بالكلاب وبالأفاعي والكوابيس والأعمال الشيطانية، وصرت دخلت في أمور ما أنت في غنى عنها يا صاحب هذه القراءة، أثرت لك على نفسيتك، خلت عندك مشكل نفسي، هو مشكل الكوابيس مسيطرة عليك، والأشياء هذه بصراحة هدت حيلك. أوكي، صرت عبوس، حتى في وجهك عبوس، حتى في وجهك تعبان،
ما صرت انت الشخص المشرق، انت الشخص المبتسم، انت الشخص اللي تعطي الحكم والمواعظ، انت الشخص اللي تتكلم عن الامل، صرت ما تتكلم، ما تتكلم اصلا، انت صرت ما تتكلم اصلا، صرت كتوم ومكتوم بعد. طيب وش الحل؟ الامور الصحية كويسة، صحتك مدام صحتك كويسة، ومدام انك تتنفس بخير، ومدام ان ظروفك الصحية جيدة، احمد الله عليها وسيبك من كل هذا يا حبيبي، سيبك من كل هذا، النفسية تتعوض باذن الله. احمد الله انه في غيرك مو لاقي كيف يتحرك يأشر بإصبعه، إذا أنت إصبعك سليم غيرك ما هو لاقي يسوي الشهادة، لأن إصبعه مكسور، ما عنده يد أصلا. أوكي؟ طيب خلينا ناخذ الصحية، أمورك الصحية كويسة، حتى في ديسمبر الصحية كويسة، فقط إذا تريد إنه صحتك تكون أحسن من كذا، ابتعد عن الكوابيس، حط صورة قرآنية، حط آيات قرآنية، حط الأذكار، حط بخورات طيبة في بيتك. اوكي، او للبعض منكم اذا يبغى لكم حصص استشفائيه تواصلوا معي باذن الله. اذا انت عتبه باب بيتك مو اوكي، ترسل لي عتبه الباب البيت، وباذن الله بنحل الموضوع وتشوف كيف بيتك يتغير، الطاقه هذه او انت في نفسيتك تتغير. خلينا نشوف الوضع العملي الان، الوضع العملي لاصحاب المجموعه الثانيه. شوفوا طلع لي الوضع العاطفي، أنا بتكلم عن الوضع العاطفي الآن، طلع لي الوضع العاطفي، أنا آسفة، صح إنه ضمرت على العملي بس طلع لي العاطفي، معلش أنا آسفة، بكمل أشوف العمل العاطفي. الله يسعدكم، بعدين أتكلم عن العملي، لا ما طلع لي عملي الآن. طيب صاحب هذه القراءة في الوضع العاطفي يعيش حيرة ما بين القلب والعقل، ويعيش مش عارف، عايش في الرمادي، لون الرمادي، مو في الأبيض مو في الأسود، عايش في الوسط، ويا ليت الوسط الكويس. كارت لفو، يعني كارت الشخص اللي بس كذا يمرر انه يعيش حياته، خلاص انا عايش بس، انا اتنفس بس، يعني ما هو محدد ايش يبغى بالضبط من العلاقة. إذا أنت مرتبط وضعيتك معلقة، إذا أنت مو مرتبط خايف من الارتباط، إذا أنت مرتبط خايف أنك ترتبط فيها رسمي، إذا أنت ارتبط فيها رسمي خايف أنك تكمل ولا ما تكملش، يعني أنت هنا صاحب هذه القراءة مش عارف كيف تحدد مصيرك، مو معدل كفتك، مو معدل ميزانك، مو معدل توازنك، حياتك تحس انها فيها تعب، فيها قلق، مش مرتاح، تحس انه العيون عليك بالمرصاد، مو معدل كفتك، تارك بعض الاشياء والقرارات للوقت، تارك بعض الاشياء والقرارات للوقت. اوكي، لابد انك تحسم قرار في موضوع معين. إلين متى الوقت كذا يمر وانت قاعد كذا عايش زي الأهبل، الأبلة، معلش يعني بس هذه الكلمة ما فيها شيء، شوفوا لو تلاحظون ترجمتها لفو، الضائع، التايه، الشخص اللي عايش يستبله، يعني في في في, في الناس وفي الوقت. لا انت تستبله، ما تستبله غير نفسك، ما تضيع غير نفسك، ما هو قاعد تضيع غير حياتك، انت قاعد تمرر الوقت غير عليك، الأشخاص اللي حوالينك ما راح يتحملوك، يصبرون سنة، إلين متى طيب؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، مصيرهم يروحون، إذا ما أنت تحدد مصير علاقتك مع هذول الأشخاص، فأنت اعتبر نفسك خسرت. العاطفة عندك يا صاحب هذه القراءة، في قرارات لازم أنك تحسمها شهر ديسمبر، شفت 1 ديسمبر، لازم انك تحسم قرارات من ديسمبر الى 31 ديسمبر، اذا تخطيت هذه المدة اعتبر نفسك انك خسرت علاقة يمكن انها تكون جيدة بس انت نظرت لها بالسوء، تسبق السوء على الحلو، انت تسبق السوء على الحلو، هذه مشكلتك يا صاحب المجموعة الثانية. شوفوا من الاخير الاخير، شهر ديسمبر لابد انك تحدد مصير علاقتك بالاشخاص اللي انت معاهم، سوى خطيبة، حبيبة، صديقة، زوجة، مهما كانت طليقتك، لا مع معك عيال معاها، انا ماني عارفة مين يشاهد هذا الفيديو، لا يعني هي قراءة عامة. اوكي، شهر تحديد القرارات العاطفية، باذن الله لو قررت هالشهر قررت وش انت تحكم قلبك او عقلك او تعدل الكفة وتسوي توازن بينهم وتحط النقاط على الحروف،
هذا الشهر اعتبار لك انه شهر وضع النقاط على الحروف. اذا انت حطيتهم وباعدت نفسك من الرمادي، يا اختار الاسود يا الابيض، ما اقعد في الوسط. يا شوفوا بالله كيف طلع لي الاثنين كروت، يا اختار الاسود يا الابيض، يا اختار القلب ولا العقل، انت حر اختار وش تبغى، المهم ما تقعد في الوسط، الوسط متعب، الاستبلاه متعب. انت ما قاعد تستبلغ غير نفسك، انت تضع عراقيل حتى لو عندك علاقة صعبة وتشوف انها فعلا صعبة، تكلم قول انها صعبة، هذه الصعوبات في العلاقة، هذه الاشياء الصعبة في العلاقة، لكن احنا نحاول نفكها ونحلها، ما نقعد معقدين وتعبانين. اوكي، عندك سفرة، يمكن السفرة هذه بتحسم قرارك والله اعلم. اصحاب العاطفة عندكم هالفترة نازلة، طاقة نازلة في العاطفة، بتحكمون عقلكم كثير، أنا بقول لكم عدلوا شوي وحكموا قلبكم لعل الله يفرجها عليكم ويفك العقد اللي عندكم. الناس اللي تبغى تتزوج، الناس اللي تبغى تتزوج أوكي، لا تمشي بالقلب ولا تمشي بالعقل، اعتبر هذه نصيحة لك. للناس العزباء هنا تشاهد هذا الفيديو، عندك حسم قرارات، ماني شايفة أنه في عندك علاقة جديدة، عندك حسم قرارات مع أشخاص حواليك ودايرين بيك، اوكي؟ احسم القرار معاهم، عسى الله يفرجها على همك. بتحسم قرار ان شاء الله، انت بتحسم القرار، انت في عندك حسم قرار، يا اما بيوم 2 ديسمبر، 22 ديسمبر، 12 ديسمبر، الاسبوع الثاني من ديسمبر، عندك حسم قرار هالشهر. شوف العراقيل كلها بتنفك، لو انت تحب طبعا. بتقعد كده في السلبي بتعطيك الحياة اللي السلبي، بتقعد في بتروح الإيجابي حياتك تعطيك إيجابي، سلم تستلم، تأخذ تعطي، ما فيها كلام، أنت تأخذ سلبي تريد أنت تعطي سلبي تريد تأخذ سلبي، ما يصير. أوكي، حكم عقلك، حكم قلبك، تعدل الكفتين ويا رب يكتب لكم الخير. صح أصحاب المجموعة الثانية، أوكي، بالنسبة للعاطفة عندكم أشياء انسبوها زي ما تنسبوها على وضعيتكم، انا ماني عارفه انت مطلق مرتبط مخطوب خاطب، ما اعرف انا وش وضعيتك يا مجموعه اثنين، لكن بقول لك احسم قرار معين عسى الله يفرجها على عليك وتنقلب حياتك للاحسن. اوكي، خلينا نشوف الان الموضوع العمل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، عندك رزق، عندك منتظر فلوس، ما شاء الله كارت الإمبراطور. أوكي، شوف على فكرة أمورك العاطفية، أمورك على قدر ما أنك أمورك العاطفية مو ناجح فيها، لكنك ناجح في الأمور العملية، أنت شخص ناجح في الأمور العملية، وهذا شيء مرة كويس يسر الخاطر. أنت إنسان عندك ناس ما تريدك أنك توصل، ما تريد أنك تسعى، ما تريد أنك تنجح، عندك ترقيات سنة 2022 آخرها اللي هو ديسمبر هذا، أو أول 2023 إن شاء الله بيناير. الشخص هذا يسعى كثير ويريد انه ينجح ويسعى ويترقى، وعندك ترقية وعندك صعود ان شاء الله. اذا انت منتظر ترقية على الترقية اللي جايتك 2022 راح تحصل عليها 2023. اوكي، شوفوا كيف كروت الترقيات موجودة، لكن في ناس تحاول انها تعقد امورك، ما تريدك انك تنجح، لكن انت بتنجح غصبا عن انوفهم، ناجح ناجح، واصل واصل، من شاء ما شاء الله، فقط فقط الامور العاطفيه هي اللي مو اوكي، لكن عندك نجاح وراح يكون حليفك ان شاء الله يا صاحب المجموعه 2، عسى الله يكتب لك الخير، عندك فرحه وعندك سفره، عندك شيء جديد بتشتريه، عقار، سياره، بتغير سياره، بتشتري حاجه قيمه، بتشتري شيء قيم، ما ادري، وعد نفسك انه لو يحصل معاك هذا الشيء. انا ما ادري، احس انه البعض منكم مربوط، بعض الوعود مربوطه باموره العاطفيه، اقول لو جاي لو جايني هذا الشيء انا ارجع للعلاقه العاطفيه، اذا انا بيجيني شيء او ورقه بيتحصل عليها انا ارجع للعلاقه هذه، لو انا اتحصل او تصير عندي ترقيه في العمل انا ارجع، لو تجيني فلوس انا منتظرتها انا ارجع للعلاقه هذه. انت ما ادري، كانه احس انك متعمد انك ما تحدد امورك العاطفيه الا لما توضح او تتضح لك الامور الماديه.
ماني عارفة ليش، منتظر ورقة مهمة بتحصل عليها هذا الشهر، منتظر فلوس مهمة بتحصل عليها هذا الشهر، منتظر سفرة بتحصل لك إن شاء الله، كلها مرتبطة بفلوس، وبإذن الله عندك الوفرة في الرزق وعندك الترقيات، عسى الله يكتب لك الخير إن شاء الله. مجموعة رقم 2، سبق الخير قبل ما تسبق الشر، وهذا آخر كلام عندي وما في غيره. الله يكتب لكم الخير. كانت هذه القراءة رقم 2. لا تنسون عاد الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا هلا ويا مسهلا ويا مرحبا بكل الناس اللي تشاهد هذا الفيديو اليوم. إلى اللقاء في قراءات أخرى إن شاء الله.